بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم في حلقه جديده من خمسه لصحتك. حلقه النهارده هتكون عن القولون. من اكتر المشاكل اللي بتواجه الناس في الجهاز الهضمي هو القولون العصبي، انتفاخ البطن، مشاكل الامعاء. في الفيديو هتفهم ايه سبب ده وايه افضل علاج موجود عندك في البيت او تشتريه من الصيدليه. مهم جدا وانت بتشوف الفيديو تعمل لايك، ولو بتشوفني لاول مره تعمل اشتراك وتفعل الجرس، هيوصلك اشعار باي فيديو جديد احنا بننزله. على فكرة أول فيديو أنا عملته في 2016 كان عن القولون، لأنه موضوع مهم جدا بيؤرق ناس كتير. هنا في الصيدلية في أدوية كتير جدا للقولون زي اللايبراكس، كلوفرين، لو قعدت أعد مش هخلص. لكن الأدوية دي كلها بتسبب مشاكل مستقبلا، وفي ناس كتير عارفة الكلام ده. المعلومات الدارجة اللي لازم أقولها، خضروات بتعمل انتفاخ، الناس اللي عندها قولون لازم تبعد عنها، لازم تبعد عن الثوم والبصل، ده كلام معروف للناس كلها. طب ايه بقى المعلومه اللي انا هقدمها لك اللي ممكن تكون انت ما تعرفهاش؟ اللبن الرايب سلاح فتاك في علاج القولون. ازاي الكلام ده؟ في بكتيريا اسمها البروبيوتيك، البكتيريا دي بكتيريا نافعه، هي اللي بتدير القولون. لما بيحصل خلل في البالانس، في التوازن ما بين البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره في الجهاز الهضمي لسبب او لاخر، يعني مثلا ممكن بسبب انك بتلوش في الاكل، ممكن بسبب انك اخدت ادويه كتير، او كان عندك حمى، عندك تراجع في مناعتك، دي اسباب مختلفه ان البكتيريا دي تقل في الجهاز الهضمي. حصل الخلل، بيبدا هنا الخلل في القولون. وقتها لو انت شربت لبن رايب جاهز اللي ممكن نشتريه من اي سوبر ماركت زي الزبادي كده، بس مش زبادي، لبن رايب، وتعودت انك تاخده كجزء من حياتك يوميا قبل ما تنام، صدقني هيفرق معاك بشكل كبير جدا. لو عايز تديني نسبه مئويه يا دكتور تقول لي كام؟ 80%. 80% هيحل لك مشاكل القولون، سواء القولون العصبي او حتى اللي مش مرتبط بالزعيق والنرفزه والضغط العصبي. في حاجة تانية ممكن تعالج القولون، في أدوية كتير جدا في الصيدلية ممكن تاخدها لو الدنيا ضاقت بيك قوي. أفضل نوع فيهم اللي هو الكلوفرين. كلوفرين ده في منه إيه؟ كلوفرين دي، كلوفرين اس ار. أي واحد منهم كفيل إنه يريحك، ولكن لا تسرف في استخدامه. في حاجة مهمة أنا ما قلتهاش في اللبن الرايب. اللبن الرايب فيه نسبة دهون عالية، وبالتالي الناس اللي عندها كوليسترول عالي أو اللي عندها مشاكل في المعدة ممكن تشرب لبن رايب لايت. في حاجة كمان، هل اللبن الرايب اللي في البيت ينفع؟ ينفع، بس مش هو ده اللي أنا عايزه. أنا عايز اللبن الرايب الجاهز عشان غني ببكتيريا البروبيوتيك. على فكرة في منتج جديد نزل في الصيدليات دلوقتي اسمه انتيرو جيرمينا. انتيرو جيرمينا ناس كتير ما سمعتش عنه. هو بيزرع البكتيريا دي، عشان انت لو مش متوفر بالنسبة لك اللبن الرايب او ما بتحبوش، ممكن تستخدم الانتيرو جيرمينا ده مرة كل يوم. هي امبولات بس بتتاخد بالفم، هتساعدك كويس جدا. طب ايه تاني في مشاكل القولون غير الانتفاخ والمغص والكلام ده؟ الامساك. الناس اللي عندها قولون او بتعاني من مشاكل في القولون بتعاني من امساك مزمن او مستمر. ايه تاني ممكن مع اللبن الرايب يعالج للامساك غير الملينات؟ اقول لك ببساطة، الشاي الاخضر ممتاز جدا لو استخدمته مع اللبن الرايب. اعتبر ان نتيجة الامساك انتهى بدون ما تاخد ملينات. ومهم جدا انك ما تاخدش ملينات. ببساطة الملين بيخلي البراز ينزل من غير الامعاء ما تمتص الاملاح اللازمة. جسمك بيفقد الاملاح لان القولون ما بيمتصهاش. اذا الملين غلط. ولكن لو انت العملية قفلت معاك واستخدمت كل حاجة وهتضطر تستخدم ملين، مفيش مشكلة، ممكن تستخدم البيكولاكس نقط لو انت يعني امعاءك كبيرة، او ممكن تستخدم المينالاكس اقراص كملين. لكن انصحك بانك تستخدم الشاي الاخضر، تستخدم الفواكه اللي مليئة بالالياف، تستخدم اللبن الرايب. اعتقد ان انا في الفيديو اجبت لكم على كل الاسئلة اللي بتشغل بالكم عن القولون. وبرضو لو اي حد منكم عايز يعرف اي حاجة يكتب في التعليقات اي سؤال هو عايزه، هنرد عليه باقصى سرعة. ما ننساش نعمل لايك، ولو بتشوفني لاول مرة تعمل اشتراك وتفعل الجرس. ان شاء الله اشوفكم على خير في حلقة جديدة من خمسة لصحتك.